اهلا بيكم متابعين قناه الاسكولا، معكم مهندس من العدو في درس جديد من دروس الفوتوشوب. النهارده هنتكلم على درس جديد، هو ده طبعا درس خاص عن حاجه اسمها الفلاتر، ازاي ان انا بعمل بيها تاثيرات على الصوره، ازاي ان انا بعمل عمليه تصميم، ازاي ان انا بيبقى عندي صور، ازاي ان انا بنظم شغلي في حاجه اسمها جروبز، من الفولدرز في جروبز من الصور مثلا. فتعالوا كده نشوف احنا هناخد النهارده ايه. طبعا ده الاند بتاعي اللي انا عايزه اوصل له، التارجت بتاعي الاساسي. فهنا هيكتب كلمه، احنا اتعودنا نكتب، بس هنا الفكره الجديده اللي انا عايزه اكتب بشكل جريدينت، او اللي هو الايه الخطوط المتقطعه دي. طب تاني حاجه، في عندنا هنا الخلفيه متاثر عليها تاثير فلتر زي ما انا قلت لكم. في عندنا برضو 3 صور، في صوره فيها برضو فيها تاثير فلتر مع البينتينج، عمليه التلوين يعني بالبروشز، وصورتين برضو كل واحده فيهم متاثر عليهم بفلتر مختلفه. وبعدين في الاخر خالص بدأ ان هو يعمل لنا عملية بوردر، بس بوردر ده مختلف عن اللي احنا اخدناه قبل كده. بوردر ده ان هو ادى مساحة جديدة للمستند بتاعي، او غير مساحة المستند بتاعي. طيب ولو اخدنا بالنا برضو من حاجة، ان هو لما جه استدعي 3 صور مختلفة من بره، استدعاهم باحجام مختلفة، فانا ممكن اغير حجم المستند زي ما انا عايزة، ممكن اغير الريزوليوشن بتاعتي. طيب تعالوا كده نبدأ بالستارت بتاعتي او الباك جراوند بتاعتي اهي، زي ما اتفقنا شيفت كنترول واس، وانا اسميها باسم وورك، وادوس هنا على سيف عشان احفظ الشغل بتاعي، واقول له هنا اوكي. كده انا خدت كوبي من المستند الاساسي. طيب عايزين ان احنا نعمل ايه؟ ابدا ان انا اجيب ال3 صور احطهم جوه المستند بتاعي. فانا اول حاجه هفتحها رولر، هي ظاهره عندي، تعالوا نخفيها. كنترول وار عشان اخفي المسطره او اظهر المسطره، كنترول وار تاني عشان اظهرها. هدوس هنا على اداه الموف تول، في عندي حاجة اسمها الهوريزونتال رولر أو الفيرتيكال رولر، فأنا هاجي هنا أسحب جايد من الفيرتيكال رولر وأبدأ إن أنا أرميه في منتصف الصورة بتاعتي. ده الجايد بتاعي الرأسي. طيب أنا عايز، هو ليه الجايد الرأسي ده؟ عشان أشوف أبدأ إن أنا هأظبط الصور عليه. طيب تعالوا كده نجيب الصور اللي إحنا عايزين ندخلها داخل المستند، كنترول أو، وأنا في عندي هنا صورة الستارت، وصورة حاجة اسمها اللي هي الكابيتال بيلدينج، في عندنا حاجة اسمها واشنطن برضو ديت ماونتين، وهقول له هنا اوبن. يبقى انا عندي 3 صور باحجام مختلفة. الصورة الاولانية ديت اهي انا عايز اغير حجمها 500 بكسل في 500 بكسل وليكن مثلا. فازاي؟ فانا عندي هنا حاجة اسمها ايمج سايز بالشكل ده، وابدأ ان انا اغير. فهنا الويدث والهايتس، وخلي بالي من حاجة اسمها، انا سوري انا دوست على حاجه غلط، يبقى ايمج واختار هنا حاجه اسمها ايمج سايز، انا دوست على حاجه اسمها كانفاس سايز، حاجه تانية خالص. طب الاحظ ان انا طبعا عندي الويدث وعندي الهايت، والاثنين فيه ليهم حاجه اسمها ريليشن ببعض او ليهم لينك ببعض. يعني ايه؟ يعني مثلا لو غيرت دي هلاقي دي تتغير تبعها، ماشي. بيحاول دايما يحافظ لي ما بين علاقه ما بين الطول والعرض بشكل مباشر. فانا لو انا عايز افصل العلاقه ما بين الويدث وما بين الهايت، ابدا ان انا اشيل القفل ده، يبقى كده كل الويدث مستقل بذاته والهايت مستقل بذاته. وبرضه للايضاح اكتر، هنا عندي 30 وهنا عندي 19، فانا لو جيت خليتها مثلا 500، ماشي، فلاحظ ان دي تتغير تبعا ليها، لان هنا في لينك. طب لو انا عايز افصل، احنا اتفقنا ان احنا نعمل ايه، بدوس على اللي هو الايه القفل بتاعنا. طب نيجي هنا برضه خليها 500، اكيد مش بتعامل مع 500 سنتي، 500 سنتي دوت يعني البرنامج يهنج منك والدنيا تبوظ معاك. فانا هاجي هنا اخليها هنا ايه بيكسلز، واخلي دي برضو بيكسلز. الريزوليوشن ممكن اخليه 150 على حسب ما انا عايزه. طبعا لو انا بستخدم صورة على النت، فخلي الريزوليوشن بتاعتي تكون 72. لو انا هستخدم صورة مثلا في عملية برينتينج، فانا بستخدمها مثلا 200 بيكسل بير انش، او في عملية برينتينج سوري بخليها مثلا 200 سنتيمتر مثلا بير انش، تمام، او 200 300 زي ما انا عايز. طب هنا اخليها 500 500، فانا هاجي اخليها هنا 500 هي كمان. الريزوليوشن اخليها 180 مفيش مشكله، وهقول له هنا اوكي. طبعا اسحبها كده لبره، وابدا ان انا استخدم الموف تول في عمليه نقلها. انا كده نقلتها على الدرس، مش الدرس الاساسي ليا. طب جميل، نتراجع كنترول وزد، ماشي، اسحب الورك بتاعتي
افتح الورك وابدا ان انا اسحب الصوره بتاعتي عليها اهو بالمنظر ده ونقفل دي. اي عايز تحفظ؟ لا خلاص انا مش عايز احفظ. نيجي هنا برضو على دي، عايزه ان انا اعمل لها عمليه تصغير برضو، اللي هي كانت اختصارها ايه؟ حد فاكر؟ تعال نشوف كده. ايمج سايز اختصارها الت وكنترول واي. تمام، هخلي برضو دي فكين القفل، هخلي دي 500 بكسل فيه 500 بكسل. الريزوليوشن هنا 72 مفيش مشكله. الريزوليوشن ده يا جماعه اللي بتخلي لي سواء الصوره مبكسله او مش مبكسله، يعني انت لو عندك صوره مبكسله حاول تخليها تخلي الريزوليوشن بتاعتها، وحاول تعلي برضو اللي هي الويدث والهايت، ممكن يعني تتحسن الدنيا معاك اكتر يعني. نيجي على الستارت نفس الفكره، حد كان فاكر الاختصار؟ حد يقول لي الت وكنترول مع الاي، تبدا برضو تفتح الايمج سايز، برضو اخليه هنا 500 واخلي الهايت بتاعي في 500 واقول له هنا طبعا الريزوليوشن 180 مش مشكله، هقول له اوكي واجي اللي انا اسحبها وابدا اللي انا اسحب الصوره بتاعتي على جوه الدرس ونقفل. دي التاسكايه الاولانيه ليا اللي انا ببدا اللي انا اغير في حجم الصور وابدا اللي انا احطها على المستند الاساسي بتاعي. حاجه هندسيه بقى، طبعا انا عايزه احط الثلاث صور في شكل منتظم داخل المستند، فانا اول صوره هاخدها كده في النص ماشي. طب دي ازحزحها كده شويه ودي ازحزحها كده، لا فاحنا عايزين نشتغل بشكل ايه؟ تكنيك حلو. فانا هبدا اللي انا اسحب كده من الهوريزونتال رولر، ابدا اللي انا اسحب جايد اهو تمام، واحطه مثلا كده وابدا ان انا اعمل سناب للصور بتاعتي عليه. هو ليه بيتعمل لها سناب؟ لان في امر متنشط اسمه حاجه اسمها سناب. سناب ده بيخلي الصور تنجذب الى الجايدز بتاعتي. طب بيجي منين السناب ده؟ من فيو، في عندي هنا امر اسمه سناب. يبقى سناب دي بتعمل لها عمليه ان انا بجذب الصور على الجايدز بتاعتي. هاجي هنا في عندنا الفيرتيكال رولر، هبدا ان انا اسحب مثلا كده، نخلي مثلا الجايدز بتاعتي كده. طبعا انت ممكن تستخدم المسطره في عمليه الايه التحكم، يعني مثلا ممكن اخليه هنا عند 1 سم مثلا كده او كده مثلا عند 1 تمام. ونيجي للجايد الثانيه برضو هتاخد نفس المسافه كده مثلا، يبقى كده اخدت نفس المسافه. فابدا ان انا اظبط الصور بتاعتي على المسافه دي واخلي دي مثلا في المنتصف ودي ظبطت معايا المسافتين دول، هلاحظ انهم قد بعض. طب خلصت كده، انا عايز اخد الصور دي احطها في مثلا مجلد، بحيث ان الدنيا لما مثلا اعمل ليرز تانية الدنيا ما تسحش معايا على بعض وما تكترش معايا الليرز مره واحده. فانا هاجي هنا بحدد كل الليرز عن طريق طبعا شيفت، بدوس على اعلى لير واللير الاخيره وادوس على شيفت، تبدا ان هم كلهم يتحددوا معايا، او عن طريق كنترول اللي انا بعمل كليكات على كل الليرز اللي انا عايز استخدمها معايا. لما بقى بستخدم رايت كليك واستخدم هنا امر اسمه في عندنا اهو، لاحظ رايت كليك على الاولانيه اهي، اختار هنا حاجه اسمها الامر من الظهر معايا. طب نفتح هنا عندنا حاجه اسمها الليرز، بفتح المنيو بتاعتي بختار هنا حاجه اسمها نيو جروب فروم ليرز. انا عندي في امرين، حاجه اسمها نيو جروب وحاجه اسمها نيو جروب فروم ليرز، الاثنين مختلفين، الاثنين بينشئوا جروب، لكن نيو جروب دي هتنشئ لك جروب فاضي مفيهوش حاجه، حتى الحاجات اللي انا عمل لها فيها سيلكشن دي مش هتتحط فيه. طب لو انا قلت له نيو جروب فروم ليرز ده هيجيب لك جروب جديد، انا هسمي الجروب مثلا ايمجز واقول له هنا اوكي. فلاحظ ان الجروب تم واخد المحتويات بتاعته جواه. طب لو انا عايز احذف الجروب رايت كليك وبقول له هنا حاجه اسمها ديليت، الغي لي الجروب. في الحاله دي هيقول لك انت عايز تلغي الجروب بس ولا عايز تلغي الجروب بالكونتنتس بتاعته بمحتوياته. لو انا عايز الغي الجروب بمحتوياته هدوس على دي، لو انا عايز الغي الجروب بس هدوس على جروب اونلي، وانا مش هلغي هدوس هنا على كنسل لان مش عايزه الغي الجروب. يبقى انا كده النهارده عملت اللي انا جبت صور، بدات ان انا اعمل لها عمليه تصغير وخليت مساحتها 500 بكسل في 500 بكسل، بدات ان انا اسحبهم داخل المستند بتاعي، حطيتهم في جروب خاص، بدات ان انا استخدم حاجه اسمها الجايدز الاساسيه عندي. الجايدز في فكرتها كلها ان انا بسحب من الرولرز ابدا ان انا اظهرها، استخدم اداه الموف وابدا ان انا اسحبها تمام. طب من فيو في عندي امر اوتوماتيكلي اللي هو نيو جايدز، فانا ممكن مثلا ايه، انا عايزه جايدز راسي عند مثلا الموضع اللي اسمه مثلا ايه 9 سم، فانا هبدا ان انا اجي هنا في البوزيشنز اقول له انا عايزه عند 9 سم، فهيجي لي فين يا ترى؟ هنا. فانا اقول له انا عايزاه هنا ماشي، وقلت له اوكي، فيبدا يجي لي جايد عند 9 سم. طب انا عايزه هوريزونتال عند 3 سم، فيجي لي هنا على حسب ما انا عايزه. احنا كده خلصنا الدرس، وان شاء الله نستكمل المره الجايه. المره الجايه هناخد ازاي بكتب وازاي ان انا بستخدم الفلاتر.
دعمونا دايما بلايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.